أعرب صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين المفدى حفظه الله ورعاه في كلمة وجهها للقوات الأمنية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشاركة في التمرين المشترك أمن الخليج العربي الأول عن بالغ الاعتزاز باستضافة مملكة البحرين لهذا التمرين الخليجي، والذي انطلق صباح اليوم تنفيذا لقرارات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حفظهم الله ورعاهم، والذي يأتي ليؤكد رسالة العزم والتصميم من أجل دعم الاستقرار والسلام وحماية الأمن في دول المجلس ضد مختلف التحديات الأمنية. وأشار جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه إلى أن هذا التمرين المشترك يمثل انطلاقة أمنية طموحة تساهم في توحيد وتضافر الجهود والارتقاء بمستوى التنسيق والتعاون في ضوء الأهداف المشتركة، موجها شكره وتقديره للقوات الأمنية المشاركة في التمرين وتمنياته لهم بالنجاح والتوفيق ويحقق التمرين أهدافه المرجوة. وأشاد جلالة الملك المفدى بالجاهزية العالية والمتطورة للأجهزة الأمنية في دول المجلس، حيث يعكس هذا التمرين التلاحم الخليجي والإجماع على وحدة الهدف والمصير، وأن هذا التواجد الأمني التدريبي لقوات الأمن في دول المجلس فإنه لا شك يسهم في رفع مستوى التنسيق والتعاون الميداني عند تقديم المساندة الأمنية لأي دولة من دول المجلس عند الحاجة، مؤكدا دعم مملكة البحرين الكامل لهذا التواجد الأمني وتسخير كافة الإمكانيات لكل ما من شأنه حفظ الأمن في دول مجلس التعاون الشقيقة، وذلك في إطار العمل المستمر من أجل مستقبل أكثر أمنا لدول وشعوب المنطقة والأجيال القادمة. هذا وقد افتتح الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية قائد التمرين الأمني المشترك اليوم التمرين الأمني المشترك أمن الخليج العربي واحد، وذلك بحضور رؤساء وفود قوات دول مجلس التعاون الشقيقة. فلدى وصول معالي الوزير قائد التمرين إلى أرض الموقع كان في الاستقبال رئيس الأمن العام، رئيس هيئة السيطرة، وأعضاء اللجنة العليا للتمرين، وعدد من كبار الضباط من القوات المشاركة من دول مجلس التعاون. وبعد عزف سلام الفريق قام معالي باستعراض حرس الشرف وتشكيل رمزي من القوات المشاركة في تنفيذ فرضيات التمرين، وكذلك أبرز التجهيزات التي سيتم استخدامها من أجل الوصول بالأداء الأمني إلى مستويات متقدمة فكرا وتنفيذا وبما يحقق الأهداف المرجوة، كما شاركت في الاستعراض عدد من طائرات الشرطة والقطع البحرية. صبار جنباً سع طب العام جاهز تفتيش سيل Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإخوة الأعزاء، رؤساء الوفود وضباط وأفراد القوة الأمنية الخليجية المشاركة في تمرين أمن الخليج العربي الأول، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في بلدكم، أهلا بكم في مملكة البحرين التي تحتضن هذا الحضور الأمني الأخوي والذي يجسد روابط الأخوة بيننا ويمنحنا العزيمة والتصميم في الحفاظ على أمن أوطاننا واستقرارها. ويشرفني بهذه المناسبة الطيبة أن أنقل لكم تحيات سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، وتمنياتهم للمشاركين بالتوفيق والسداد لتحقيق الأهداف المرجوة من هذا التمرين. أيها الأخوة، نحمد الله سبحانه وتعالى بأننا نجتمع اليوم في ميدان التدريب تلبية لطموحات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حفظهم الله ورعاهم، وبعد موافقتهم الكريمة على توصيات أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بإقامة هذا التمرين الأمني المشترك. ولما كان الأمن الداخلي مسؤوليتنا الوطنية، فإن الأمن المشترك لدول المجلس هو خيارنا الوحيد، وخصوصا في ظل انتشار ظاهرة الجريمة الإرهابية وخطورة التحديات الأمنية في المنطقة، مما استوجب التركيز على رفع قدرات وإمكانيات الشرطة المسلحة. وإن تواجدنا في هذا الميدان خلال فترة التمرين تعتبر فرصة تدريبية لزيارة التنسيق الميداني واكتشاف مواطن القوة ونقاط الضعف لنعمل على معالجتها في إطار العمل الأمني الميداني المشترك لمختلف الوحدات والأجهزة والإدارات الأمنية. وبهذه المناسبة أود أن أشكر اللجنة العليا والفرق واللجان الإدارية، كما أتوجه بالشكر الجزيل إلى قوة دفاع البحرين التي وفرت هذا الموقع التدريبي المتميز، إضافة إلى المساندة الطبية والفنية الميدانية. كما أعبر عن خالص الشكر للحرس الوطني على ما قدمه من مساهمات جليلة لإنجاح هذا التمرين. وفي الختام، فإننا في وزارة الداخلية بمملكة البحرين سعداء بحضوركم، وإن الوزارة تضع إمكانياتها وجهودها لإنجاح هذا التمرين إن شاء الله، متمنياً لكم جميعاً التوفيق والسداد بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقد تم رفع راية تمرين أمن الخليج العربي واحد إذاناً ببدء أعماله، ثم تفقد معالي الوزير مركز القيادة والسيطرة الخاص بالتمرين، بالإضافة إلى المرافق المساندة ومن بينها المركز الإعلامي والمركز الصحي.
هذا وكانت كافة القوات الأمنية المشاركة في التمرين الأمني المشترك قد أكملت وصولها واستعداداتها لفعاليات التمرين، والذي يتم إجراؤه تنفيذا للاتفاقية الأمنية التي تجمع دول المجلس، وتجري مراحله في ضوء توجيهات أصحاب السمو المعالي وزراء الداخلية خلال اجتماعهم التشاوري 16 في الدوحة في إبريل 2015، في إطار العمل على تحقيق التكامل بين الأجهزة الأمنية وتعزيز القدرات المشتركة في مجال مكافحة الإرهاب، حيث يهدف التمرين إلى تعزيز إجراءات العمل الأمني المشترك ورفع جاهزية القوات الأمنية والارتقاء بالتنسيق الميداني وتوحيد المصطلحات والمفاهيم الأمنية.